السلام عليكم، نبدا بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني حبايبي، قبل ما نبدا بهذا المقطع بتمنى منكم تصلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. اليوم موضوعي الا وهو تكمله للفيديوهات او للسلسله اللي عم تنزل بالقناه. اليوم رح ورجيكم ان شاء الله بالصوت وبالصوره كيف انت تفحص البيض، تمام، بالطريقه الصحيحه والطريقه المضبوطه. بس ما عليك انت الا تساعدني بزر اللايك اذا سمح امركم جميعا بعد اذن الجميع، تمام. ورح فرجيكم كمان هلا بالنسبه لهذا الجوز يلي كان ما لافه العش، تمام. واللي متابعني بيعرف من قبل كان هذا الجوز يلي هو هذا الجوز، تمام. هذا الجوز اخواني حبايبي انا كنت مركب ذكر غير هذا الذكر، الذكر اللي كان ذكر جزري، تمام. طبعا هذا هو الذكر، فلما انا عملت التشويق مرة تانية ودخلته على الانتاي كمان صار في تشاجر ونكت له العش، تمام. فاضطريت اني دخل ذكر جديد على الانتاي. طبعا انا ما ورجتكم هذا الذكر، عملت له عملية التشويق مع هاي الانتاي، والحمد لله رب العالمين الامور بالسليم لحد الساعة هاي، ما صار اي تخريب بالعش مثل ما يكون ملاحظين. وان شاء الله قريبا الانتاي رح تحط بيض، تمام اخواني. واذا بتحبوا اكتبوا لي تحت بالتعليقات اذا بدكم ورجيكم بطن الانتاي البكريه يلي جاهزه على وضعها للبيض، اكتبوا لي تحت بالتعليقات، تمام. وشو الفرق اذا بدكم انتوا ورجيكم الفرق بين بطن الانتاي البكريه وبين بطن الانتاي يلي متزوجه من قبل، تمام اخواني. طيب بنجي على هذا الجوز، كمان اللي متابعني خطوة بخطوة بيعرف انه هذا الجوز صار في تشاجر بين نفس الذكر ونفس الانتاي. فانا عملت عازل سلكي بين هذا الذكر وهي الانتاي، ومثل ما انكم ملاحظين هلا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن هذا كلياته بالصوت وبالصورة قدام عينكم. ان شاء الله حنفحص البيض بس يصير عمر اخر بيضة 7 ايام. هلأ لما صار في تشاجر بين هذا الذكر وهي الانتاي انا حطيت عازل بحيث الذكر يشوف الانتاي، تمام. خليت تقريبا 3 ايام فلاحظت انا انه صار الذكر يطعمي الانتاي من العازل السلكي، فهذيك الساعة سحبت العازل ودخلته عليها ودغري راح ملقح الانتاي فضل الله عز وجل. ومثل ما شفتوا انتوا قدام عينكم في عندي هون 3 بيضات. طبعا انا حكيت بفيديو سابق اذا انت شفت ما في توالف بين الذكر والانتاي وانت ما عندك غير ذكر واحد، تمام، شو ممكن انت عليك تساوي؟ فيك تساوي شغله واحده الا وهي تشيل المعالف من عند الانتاي، تمام، ما بتحط لها انت ولا حتى المعلف الصغير ولا اي شيء نهائيا، بتخلي الاكل فقط وين؟ عند الذكر، فقط عند الذكر. فانت رح تلاحظ الانتاي رح تطلب الاكل من الذكر. هي الطريقه موجوده عندي بالقناه بالفيديو تحت، رح يكون ان شاء الله رابط الفيديو صندوق الوصف. اجبار تزاوج الانتاي، تمام، البكريه على التزاوج مع نفس الذكر. طيب برضو اللي متابعني بيعرف انه انا في عندي هذا الجوز مثل ما انكم ناسين انتو، هذا هو الذكر والانتاي طابي بالعش، تمام. وهذا الجوز جوز زقي وعتي عندي، يعني قديم ما نوم بكاري. طيب هل يعقل هذا الذكر انا مسحب منه فراغ موسمين ما شاء الله موسمين، تمام، هل يعقل ممكن يطلع البيض غير مخصب؟ طبعا انا كاشف على البيض بس انا عم ورجي للاشخاص مبتدئة. اخي الكريم انت ما تفكر انه والله عندي انا مثلا فحل مسحب منه فراغ موسم او موسمين او ثلاثة، ممكن اول بطن تحطه الانتاي لازم يطلع البيض مخصب. لا هاي ما أنا قاعدة اخواني. انا بدي فرجيكم بالصوت وبالصورة انه ما تفكروا انتو انه والله مثلا اذا انا في عندي مثلا جوز مسحب منه بطن او بطنين من قبل او ثلاثة او مثلا موسم كامل، تمام، مثلا
موسم 2022. انا هذا الجوز مسحب منه كل بطن ما شاء الله يطلع البيض مخصب، وموسم 2021 كمان كذلك الامر. هلا اتفاجأت باول بطن البيض غير مخصب. طيب هل يا هل ترى انا مثلا بمسك لدول الجوز ببيعهم، او بقول لك انه اخر شيء صار مثلا بدي غير الذكر وغير الانتاي؟ اي جوز عندك متزوج من قبل او غير متزوج من قبل، يعني اذا كانوا بكاري اول بطن لهم ما تقرب عليهم ولا تعمل اي شيء نهائيا. طبعا كل الدعم هذا اللي عم يدعمون اياه، وكل الغذاء وكل الخلطات والمناقيع والايم والحط، اول بطن لو طلع عندي البيض غير مخصب امر طبيعي. تمام، اتفقنا على هالنقطه هاي. شو بتساوي الحاله هاي؟ بتكب فقط البيض، لا بقرب على العش ولا بشيل الخيطان ولا بعزل الذكر ولا بعزل الانتاي. لحد الساعة هاي في عالم عم تخطأ لما عم تلاقي بيض غير مخصب عم يجي ينقط العش ويعزل الذكر ويعزل الانتاي. هذا الشيء غلط اخي الكريم. طيب في عندي جوز بكاري فراخي، فراخ 2022، فحصت البيض طلع البيض بسم الله ما شاء الله اربع بيضات، هي بيضة بيضتين مخصبين وبيضتين غير مخصبين. رح نشوف سوا شلون طريقة الفحص بطريقة احترافية. هلا جبت لكم طريقة احترافية. طبعا بهذا القلم هذا ضوء مثل ما ملاحظين انتو قدامكم، هذا ضوء كتير ممتاز. ما في داعي تمسك انت البيضة وتطلعها على برات العيش مثلا، او تحطها على فلاش التليفون او اي ضوء عندك موجود. هذا افضل لقيته واحسن ما امسك البيض بايدي. خلينا نشوف سوا كيف نحن نفحص البيض. طبعا قبل ما يكون كيف نحن بدنا نعرف انه امتى. في عالم عم تخطأ عم تروح تفحص البيض بس يكون عمر البيضة مثلا يومين او ثلاثة ايام. اخي الكريم اختي الكريمة، بده يكون عمر اخر بيضة سبعة ايام، يعني بعد خمس بيضات انا بعد البيضة الخامسة اسبوع بجي انا فاحص البيض. ما بفحص البيض من عمر اول بيضة سبعة ايام. ترى في كتير اخو واخوات تواصلوا معي وقالوا لي والله احنا حنكب البيض بعد ما تواصلنا معك او شفنا فيديوهاتك. الحمد لله ما كبينا البيض طلع فيه فراخ بقلب البيضة. طولنا عليكم بالحكي، رح نشوف بسم الله الرحمن الرحيم سوا. مثل ما نكون ملاحظين انتاي طابي، منقول بسم الله وان شاء الله يا رب تكون واضحة عليكم. شايفين اخواني هاي غير مخصبة. طيب انا كيف بدي اعرف اذا البيضة مخصبة ولا لا؟ بده يكون فيها عروق حمراء. ملاحظين انتو هاي قدام عينكم. هلا هيك طفيت الضوء عندهم لنشوف، بتوقع هيك الجودة اوضح واضبط. شايفين؟ يلا حنشوف هذا الجوز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يصلي على النبي على حب النبي، اذكر الله قولوا ما شاء الله الرحيم. الكل يصلي على النبي على حب النبي، اذكر الله بسم الله ما شاء الله. تمام، هلا انتو حتشوفوا بعينكم. ها بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين لون الاحمر، وجود عروق بقلب البيضة. هاي البيضة مخصبة. شوفوا لون هاي البيضة، لون البيضة هاي ما فيها اي عروق نهائيا. ملاحظين لونها اصفر، يعني هاي البيضة غير مخصبة. طيب هاي ملاحظين بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين كيف الاحمرار مبينة، يعني واضحة مثل عين الشمس. شوفوا هاي ليك ها مبين الصفار يعني. تمام، عندي اربع بيضات، تنتين مخصبين وتنتين غير مخصبين، وهذا الجوز هنين زقيقة عندي، يعني مثل ما نكون ملاحظين. هذا لون الخاتم، لون الخاتم بني. هلا بنرجع شعلنا الضوء. مثل ما شفتوا انتو بعينكم البيض تنتين مخصبين وتنتين غير مخصبين، وهدول بكاري، وهذا الجوز زقي اول بطن طلع البيض غير مخصب، فهذا الشيء طبيعي. ولهون بكون انتهى الفيديو، وان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، وان شاء الله يكون ابن الشام عن حسن ظنكم. وما تنسوا اللي ما حط لايك حط لايك وفعل زر الجرس،
واللي ما اشترك يشترك. كما يكون اخوكم من الشام، بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.